السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح يكون ديستيني للناس اللي حابه تخدم على روحها في المستقبل. اليوم راح نديكوفريو مع بعض الاسعار تاع علامه فيكتوري اللي راح تكون حاضره خلال الايام او الاسابيع المقبله ان شاء الله في الجزائر من خلال النماذج تاعها الحديثه والمتطوره. اخر الاصدارات خوتي راح تكون حاضره في الجزائر ان شاء الله، والحاجه المليحه كاع لي بري ريزوناب تاع العلامه هذه ولي بري اللي حيكونوا كونكورون ان شاء الله مقارنة مع علامات اخرى في الجزائر ان شاء الله. راح نديكوفريو مع بعض الاسعار تاع مختلف لي موديلات، الموديلات تاعها النماذج سواء لي ميني فان ولا لي ميني بيس ولا حتى لي ميني تروك اللي راح يكونوا حاضرين في الجزائر. نبداو الحاجه الاولى بالميني تروك سامبل كابين كما لكم تشوفوا فيه في الصوره. السعر تاعو راح يكون ابتداء من 149 مليون و900 الف، وكي نقولوا السعر الابتدائي راه فيه مجموعه من لي زيكيبمون، فيه لابياس، فيه الاي بي دي نكتشفوا لي زيكيبمون تاعو مع كامل في الفيش تكنيك هذيا، فيه راديو، فيه ام بي 3، فيه اي اس بي، فيه دوبل اير باك، فيه كذلك لي فيتر الكتريك الاماميين، فيه مجموعه من المواصفات التي لا تنتهي الاخوان بسعر 149 مليون و900 الف. لذلك راني نقول انه السعر راح يكون جد معقول في الجزائر. كذلك في حتى طاقة الاستيعاب هذه هي لافيش تكنيك تاعو، بالإضافة إلى أنه الموتوريزاسيون للمحرك تاعو راح يكون جد فعال للناس اللي حابة تخدم على روحها، وراح يكون لا بويسونس هذيك اللي تكفيكم باش كما يقولوا تشارجي فيه كما تحب نتايا. لكن لما تشوفوا بعض لي ميني تروك اللي راح يدخلوا للجزائر راح تكون الموتوريزاسيون تاعهم مش قوية، وبالتالي يجينيك لما تشارجي عليه. لكن فيكتوري توفر موديلات بقوة استيعاب كبيرة وكذلك قوة محرك كبيرة كما يقولوا، لا بويسونس تاعها بزاف كبير وتشارجي واش تحب فيها، او هذه هي طاقة الاستيعاب تاعو اللي راكم تشوفوا فيها في الفيش تكني. قلنا السعر تاعو 149 مليون و900 الف. نروحو نديكوفريو كذلك الموديل الزاوج اللي راح يكون حاضر في الجزائر ان شاء الله. هذه هي الصور تاعو كما راكم تشوفوا فيها. الآن ننتقل للموديل الثاني اللي كذلك راح نسيو نتكلموا على نفس الفئة ولا نفس التيب. راح نحكيو على الميني تريك دوبل كابين. السعر تاعو خوتي راح يكون 168 مليون، وهذه هي لي ديمونسيون تاعو كيما راكم تشوفوا فيها في فيش تكنيك. كذلك فيه مجموعه من لي زيكيبمون، فيه راديو، فيه ام بي 3، فيه اي اس بي، فيه دوبل اير باك، فيه لابياس، فيه الاي بي دي، فيه الكتريك لي فيت الكتريك افون، فيه كذلك حتى لي زونتي برويار، فيه كذلك ليكليراج تاعو لافون مخدومه بال اون ميتاليك، فيه مجموعه من المواصفات خوتي بسعر 168 مليون. وتقدروا تعرفوا اسكو السعر تاعو كونكيرون ولا موش كونكيرون مقارنه مع الاسعار اللي رانا نشوفوا فيها متداوله في ريزو سوسيو تاع العلامات الاخرى ان شاء الله. حبيت كذلك نقول انه الان بزاف لي زوف اللي راح يكونوا حاضرين في المستقبل ان شاء الله، لذلك خوتي ما تتسرعوش في عمليه الشراء. 2024 راح نديكوفريو بزاف لي مارك راح يكونوا هنا في الجزائر ان شاء الله، سواء لي فيكول توريستيك ولا فيكول يوتيليتير ولا حتى لي كاميون ولا جميع المركبات ليسونسيال خوتي راح تكون فيها عروض استثنائيه، وراح يكون فيها حتى تخفيضات في الاسعار ان شاء الله. نتعرفوا على الموديل الثالث تاع لي ميني تروك تاع علامه فيكتوري اللي هو الكاميون هذا تاع التبريد. هذا كذلك راح يكون حاضر في الجزائر بسعر 198 مليون و500 الف، وكاين موديل اخر اللي هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره ب 227 مليون، فيه كنا كذلك مجموعه من المواصفات الغير المنتهيه كما راكم تشوفوا ليكرون تاعو نيميريك كما راكم تشوفوا، ولا العداد كونتور تاعو نيميريك، بالاضافه الى الكليماتيزاسيون كذلك المجموعه ليسونسيال من المواصفات. لافون فران ديسك كما تعرفوا خوتي، والاريير تاعو
يخدم بالطنبور خاوتي. هذه معلومة كذلك تهم الناس اللي راح يقتنيوا النوع هذا من الشاحنات ولا السيارات النفعية. الآن نتعرفوا على نوع آخر راح يكون حاضر تاع علامه فيكتوري في الجزائر ان شاء الله. هذا ميني فان كما راكم تشاهدوا فيه في الصوره، راح يسوى 181 مليون. هذو هما لي ديمونسيون تاعو اللي فيش تكنيك تاعو، تقدروا تطلعوا عليها من بعد اخوتي وحدكم باش ما نطولوش في الفيديو. كذلك نروح نتعل نشوفوا ميني فان اخر بسعر 189 مليون و900 الف. هذا قلنا 181 مليون. خلينا كذلك خاوتي نشوفوا موديل آخر اللي هو كذلك حتى هو يهم العديد من الإخوة اللي حابين يخدموا على أرواحهم، اللي هو ميني بيس. هذا تاع ترانسبور ناف بلاصة على ما أظن، فيه 9 مقاعد. هذا راح يكون حاضر في الجزائر ابتداء من 205 ملايين خاوتي. هذا كذلك راح يعاون الكثير من الإخوة باش يخدموا على أرواحهم، ورانا نشوفوا المشكل تاع النقل في الجزائر إن شاء الله. هذا هو اللي راح يساعد الإخوة اللي حابين يخدموا على أرواحهم إن شاء الله. ليسونسيال هذه الأسعار جد معقولة، ماكش حتصيبوها إلا عند علامة فيكتوري. كذلك كاين هذا النوع اللي جاي نوع كذلك ميني فان 169 مليون و900 الف. هذه هي فيش تكنيك تاعو خوتو، تقدروا تطلعوا عليها فيما بعد، راح نخلي الفيديو ان شاء الله. وهذا كذلك ميني فان اخر بسعر 173 مليون و900 الف، راح يكون حاضر في الجزائر بالعديد من التجهيزات والمواصفات. ليسونسيال خوتي راكم تشوفوا في الاسعار، رانا نقول لكم الاسعار تاع لي ميني فان، لي ميني بيس، وكذلك لي ميني تروك تاع علامة فيكتوري اللي حتكون حاضرة في الجزائر بأسعار معقولة ونماذج جديدة ومتطورة إن شاء الله. باش هكا على الأقل اللي راهو حاب يقتني النوع هذا تكون عنده فكرة على الأسعار اللي راح تكون حاضرة في الجزائر، وما يروحش كما يقولوا يتسرع ومن بعد خوتي يندم في الأخير. كذلك بالنسبة هذه الملاحظات تنطبق حتى على السيارات السياحية خوتي، ما تتقلقوش، كاين عروض كاين علامات راح تكون حاضرة في الجزائر، أسعار مغرية جدا. حوسوا ثم حوسوا على الكارونتي، حوسوا على لي بياس دي روشونج، الأسعار تاع لي بياس دي روشونج، أسعار تاع خدمة ما بعد البيع، الكاليتي، اسكو الناس هادو عندهم فورماسيون ما عندهمش فورماسيون الى اخره. هذو كامل خوتي ان شاء الله تاخذوهم من النصائح بعين الاعتبار. ليسونسيال اي واحد ان شاء الله صبر معنا الحمد لله راهو نال، وهذه لحظه كما يقولوا هرمنا باش نشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.